وقد أبدى الشارع البيضاوي مواقف متفهمة وداعمة لقرار السلطات بالدار البيضاء إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع لمواجهة تداعيات موجة الجفاف، مع الإشارة إلى أهمية تكثيف التحسيس والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الماء. صراحه فكره زوينه، خصوصا اننا كنعانيو دابا من النقص ديال الماء، راه ولا باين في بزاف ديال البلايص، في بزاف بارتو باين يعني داك النقص. من الاحسن يعني نحاولوا نقتصدوا، والقضيه ديال نقصان ديال الحمام خصوصا دابا الصيف راه ماشي مشكله، واخا ينقصوا ماشي مشكل، وكنتمنوا ان شاء الله يا ربي تعطينا امطار الخير. انا الراي ديالي في هذه المساله هذه ما عنديش حتى شي مشكل، خص الناس تقدر الظروف، لان كاين واحد الظروف خاصه ما كتكونش دائما، ولكن على حسب قلة المياه اللي كاينه دابا انا في نظري ما كاين حتى شي مشكل. انا بالنسبه لي ما عندي حتى شي مانع، فهمتي؟ نقدر مثلا الحمام نمشي له مثلا كاع جوج خطرات كاع في السيمانه، ماشي مشكل بالنسبه لي. يعني ماشي غادي نخدو صاحب الحمام هو اللي المسؤول على الجفاف وغادي نعاقبوا بعد العقوبه، نسدوا له مصدر الرزق ديالو، هو خدام على راسو. دونك حنا كشعب خصنا بعدا نشوفوا حنا يكون عندنا وعي بضروره الماء. حنا كناس مثلا حنا المراه في البيت راه غادي تستهلك بانيويات ديال الماء باش تغسل الكاس، اذا علاش ما ديرش ترشيد الماء في الدار ديالها، تستعمل غير بانيو وتشل. وانا من الناس اللي ما نكذبش عليك يعني كنبدل شيئا الماء في داري، لان هذه تجربه. دونك هي من غادي تمشي الحمام علاش ما ندير جوج سطولة عوض ما ندير 10 ديال السطولة؟ يعني ما عندناش ذاك الوعي بضروره الماء والحفاظ على الماء. حتى في بيوتنا عساك عاد الحمام وثلاثه ديال المرات زعما مزيانه. بالنسبه لي ثلاث مرات في الاسبوع يتسدوا الحمامات هي مساله مزيانه، نظرا لهاد السنوات الاخيره اللي توالي سنوات الجفاف وشويه قلت التساقطات، ولكن كنحتاجوا لترشيد استهلاك الماء، فهذه فكره محبده. قرار ديال الحمامات انهم يتسدوا ثلاث ايام في السيمانه ولا يتحلوا يومين في السيمانه تيجيني انايا هي نفس لا جيستيون ديال انهم يبقاو محلولين السيمانه كلها. علاش؟ حيت الناس اللي غادي يجيو في هذيك ثلاث ايام نفس لا كونتيتي اللي غادي يجيو في السيمانه مفرقه، غير هي ما تيكونش زحام. فان الناس كاين اللي كيخدموا وراهم عائلات وراهم بزاف الحوايج، فقبل ان نصدر القرار لابد من دراسه الوضعيه ديال الناس الاجتماعيه، هل يمكن تعويض هاد الناس اجتماعيا او لا؟ غنعوضهم اجتماعيا ماشي مشكل نشدوا ثلاث ايام. انا متفق يتسد الماء، يتسدوا الحمامات ثلاث ايام في السيمانه نظرا للاجهاد المائي، وبالنسبه كل راه عنده الحمام ديالو في الدار.